طيب كمان محمد بيقول يا دكتور الشعر اسفل الجلد في الوجه اعمله ايه؟ ممكن استعمال اي حاجه من منتجات اليوريا، كريمات اليوريا بتجيب نتائج كويسه، يعني مثلا حاجه زي ممكن سبكترا بنسنول من الحاجات اللي بتتحط على الوش عادي وفيها يوريا مع زبده الشيا، مع استعمال مقشر زي ماربلين دهان مساء يشطف بعد نص ساعه وبعد الشطف نحط سبكترا بنسنول من الحاجات اللي بتجيب نتائج كويسه.